تجي البوسطة أخرت أنا فرجين بعد ما اشتي البوسطة لا حول الله ولا مبيني كمان ما في بوسطة لك هي على حالتهم قديه بينطروا وقديه ضايعين وقت هيدي المواعيد قال وقت اللي بتمرق البوسطة ايه ضايعين وقت يسجلوا اينتين بتمرق البوسطة واينتين بتروح اول شيء الكل حابب يعرف السبب ورا نجاح الويب سيريز اللي حضرتك عملتيه شو رايك بتفاعل الجمهور العالم العربي كله معه يعني هذا جمهور يعتبر افتراضي بس انه تتفاعل بشكل كتير كبير الفكره هي انا من زمان حابه اعمل شيء على الويب وعم فكر فيه يعني من كذا سنة نتيجة شو عم شوف الناس وين عم تروح لأنه ما كتير بقى عم بيحضروا تلفزيون وحتى كمان اللي عم بيتقدم على التلفزيون ما عم بيحترم عقل الناس أبدا وكونه كمان هيدي الشخصية لها اعتبار كتير عند الناس بعد من وقت البرنامج اللي عملناه برمضان بال95 ولأنه بتحس بالناس عشان هيك يعني المضمون تبع الفيديوهات لهم علاقة بالقضايا الاجتماعية اللي عم بتعاني منها الناس عشان هيك قلت لازم أعمل هيدا الشيء ونجحوا كمان لأنه نقصار يعني ما في لا تحكي ما في في عم بتصيب الموضوع بطريقة ساخرة لتضوي على المشكلة مثل ما ذكرت حضرتك أنه قدمت شخصية قبل بال95 مع أستاذ أحمد قعبور نعم شو الفرق بين ست نجاح بال95 وست نجاح بال2016 ما في فرق بعدها هي ذاتها عم تحمل هم الناس قضايا الناس تعبر عن أحلامهم شو بيتمنوا يكونوا عرفتي ويضوي على القضايا يعني تضوي على القضايا الاجتماعية اللي عم بتعاني منها الناس العالم جمهور العالم العربي أكثر من اللبنانية عرفوك كأحد أساتذة طلاب ستار أكاديمي بأول مواسم صح هل يمكن هيدي التجربة هي لتعرف العالم العربي أكثر على عايدة صبرا الممثلة؟ هلأ لا شك مواقع التواصل الاجتماعي بتنتشر كتير يعني الفيديوهات مش بس انتشروا بالعالم العربي صار في لهم انتشار كتير بألمانيا بفرنسا حاليا مؤخرا بأمريكا بكندا 10% عندك شوي بأستراليا لأنه حسب الكومنتات يعني عندك كمان بالمغرب العربي لا شك أنه هيدا الشيء بيخلي الانتشار أكبر وأكبر عرفتي؟ بونجور أهلين أهلين وين شايفة هالوش؟ مش أنت كنت مبارع على التلفزيون؟ تلفزيون على التلفزيون؟ على التلفزيون انت انا شفتك على التلفزيون باردون انت على التلفزيون انا شفت على التلفزيون اه بونجور بونجور شاطي بونجور يا اهلا اهلا ميدو وير كم فروم انا ست نجاح انا جاي من لبنان لليبان ايوه ابي شكون فيروز تعرفي فيروز؟ فيروز وي يبقى احلاكي عن جد تعرفي فيروز؟ معقول يكون عوضك شوي هيدي التجربة أو نجاحها عن إنك توقفي على خشبة المسرح مرة تانية أو لا كل شيء لحاله؟ إيه لا كل شيء لحاله أكيد المسرح شيء، السوشيال ميديا شيء، التلفزيون شيء، السينما شيء إنه ما فيك إذا نجحتي هون تبطلي هون أو نجحتي هون تبطلي هون لا مش مرتبطين لا لا ما له علاقة هي كل وحدة منه الوسيلة التعبير عرفتي بيجمعهم هو الفن والتمثيل والمضمون اللي انت حابة تقدميه للناس بس كل واحد لوحده مختلف عم نشوف الدراما اللبنانية كل شوي بيطلعوا لنا بمسلسل جديد بس على الأغلب هلا صايرين معظمهم بيجوا برمضان هل يمكن لأنه رمضان هو حتما للمسلسلات أو يمكن لأنه السبونسرز هيك طلبهم أنه لأنه في نسبة مشاهدة عالية برمضان يمكن هيك عم بيفكروا انه برمضان هو صار موسم المسلسلات عرفتي مع انه بصير في تضارب كتير يعني قد ايه هالمسلسل رح يكسب جمهور ضمن المسلسلات اللي عم تنعرض كلها لازم انا برايي يرجعوا يعملوا اعاده نظر بتوزيع المسلسلات خلال السنه يعني انه مش ضروري ينجح قلت لك ضمن هالعجقه الواحد ما بيلحق انه انا بعرف من الناس يعني انه ما بنلحق نحضرهم عرفتي بقى
لازم يرجعوا يغيروا هيدي الفكرة. عرفنا أنه حضرتك يمكن داخل فيلم سينما، ده هذا الحكي دقيق داخلي؟ لا، هو في فيلم تصور بفرنسا ومن مش هيدي الصيفية اللي قبلها، وهلأ بلش يشارك مهرجانات لأنه بتعرفي بده وقت ليطلع مونتاج وميكساج وإلى آخره. شارك هلأ حاليا هو بمهرجان بإستونيا اسمه تالن فيستيفال فيلم، وبده يشارك بمهرجان دبي بس مش بالكومبيتيسيون. وان شاء الله قريبا على السنة الجديدة راح بلبنان ان شاء الله. وبعدين طبعا بفرنسا لانه هو كو برودكشن لبناني فرنسي. وشاركت هيك بفيلمين قصار كمان لينعمل يعني المونتاج والميكساج وهيك. يعني ابتسمت وقلت لها ولو مدام ما هيدا الكادو جبناه لابنك مش اليوم عيد ميلاده. شايف حكيم؟ انت حبي وجه من الناس جرسني رح يطير لي عقليك. مش طبيعي انت. لا مش طبيعي انه even your dad ما بتشبهه. جديدة صراحة هو عم كفي انا بالفيديوهات لحد ما الله يفرجها لنشوف. ما عندي شي جديد، عم بكتب مسرحية لشوف عمهل. يعني بلشت فيها كتابة من الصيفية، بوقف وبكتب بوقف وبكتب. هالمرة أنا بدي أعمل الإخراج، يعني أنا عاملة إخراج قبل بدون ما أنا شارك بالتمثيل. ولكن هالمرة هي لا هالمرة لا كتابة وإخراج. بقى هيدي عم بطبخها على مهل. شو هيدا؟ معقولة هالجنينة هالقد كبيرة؟ شو هالقد كبيرة؟ ما بتستاهل يعني. ما أنجأ في نفرين وشلعوطين مشرشرين هون وهون، ما بتحريم يعملوا لهم هيك شي زاوية جنينة والباقي يعملوا استثمارات هيك بينفعوا الناس وبينتفعوا هني.